برضه لان اول طيب استاذ محمد ابو العنين، تقديرا تقديرا يا استاذ عبد الله، تقديرا لشجاعتك ودورك الكبير يعني اهل حلوان، ايضا في رحله عمره لحضرتك من استاذ محمد ابو العنين مهداه لشجاعتك في حاجه صغيره وبطولتك ورجولتك، عمره مهداه من استاذ محمد ابو العنين لحضرتك كمان. شكرا استاذ محمد ابو العنين يعني على هذا المجهود وعلى هذا التكريم لأبطال مصر. حاجة بقى عايز أقولها لحضرتك وأقولها للناس كلها على فكرة.